أيضا لهذه الليلة. كيف يتعايش الأردنيون مع يوميات حظر التجول؟ ومن قلب الحدث تأثير فيروس كورونا على الرياضة في الجزائر. وما هي رسائل نجوم الجزائر والأردن لمجتمعاتهم للحد من انتشار وباء الكورونا؟ والفنانة الجزائرية هيفاء رحيم لماذا تتابع الأهلي السعودي وتشجع مولودية وهران الجزائري؟ إذن أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله. هذه تحية مني أنا الملثم مصطفى الأغا، وأنا ألتقيكم إن شاء الله كل يوم حتى لو في كورونا. وين؟ عبر الشاشة الأحلى والأجمل والأكمل والأمثل MBC وبرنامجكم صدى الملاعب.